لبنان ايضا شعرت بالزلزال، وفي كتير من الفنانين، كتير من الاعلاميين، يعني نيشان قال ان هو حس بالزلزال، اليسا في تويته اخرى حس شعرت بالزلزال، فنانين كثر شعروا بالزلزال. خلونا يعني نتصل بزملائنا اللبنانيين، ومعنا الاعلامي الصديق نيشان. نيشان، يعني انا كنت صاحيه وانا بقرا التويته بتاعتك وانت بتقول انه في زلزال، احنا حاسين بالزلزال، قولي حسيته بايه؟ انت في بيروت على ما اظن، حسيته بايه؟ وايه يعني قد ايه الزلزال كان طويل؟ مساء الخير استاذ لميس. انا وصلت من الاردن الساعه 3:15 الفجر، نزلت لاخذ الباجج الشنط، بعد 5 دقائق صار الزلزال انا وبالمطار. بدي اشير لموضوع هون بين هلالين كمان، نحن الصحفيين او الصحفي المواطن، اثناء حدوث الزلزال في نفس الثانيه وانا شايف انه الارض عم تهتز بمطار بيروت، قد يعتبر البعض نوع من السذاجه، قد يعتبر البعض نوع من تسخيف الموضوع او، بس نحن بجيناتنا صار نحن وعم نختبر الازمه انه نعلن عنه بنفس الثانية. لا شعوريا حسيت حالي انه عم بكتب تغريده هزه ارضيه في لبنان الان. هذا موضوع كمان لوحده، انه انت تواكب الازمه او الحدث وتبلغ عن، تعلن عنه بنفس الثانيه، صارت بغريزتنا انه ننقل الصوره الحدث بنفس الطريقه. طبعا بالمطار الناس صار عملوا بانيك، كانوا ما حدا عارف شو عم بيصير، بس بعدين صار الكل يصرخ انه زلزال زلزال. لما طلعت خارج المطار لقيت من مطار بيروت الى بيتي كل الاوتوستراد في سيارات واقفين صفين على جنب الطريق ولا بعض ورا بعض ومدورين الفلاشرز الاضاءه. قربت على السياره قلت لهم انتم شو عم تعملوا هون؟ قال لي استاذ طلع على بيوتنا، انت بتعرفي استاذه لميس من وقت تبشير 4 آب مش كل المباني سليمه، خاصة ببيروت فيها كثير من التصدعات. ما بعرف إلى أي درجة الدولة اللبنانية عملت تقييم لسلامة هذه المباني، بس الناس خايفة إنه الزلزال يضرب ويأثر على المباني. كنت عم بستمع لحضرتك أستاذة لميس بعد ما أثني على جهودك، بدي أقول إنه اليوم الصوت لازم يعلو أكثر لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا. صحيح. انا ادرك تماما انه كلنا بنعرف في الحصار على سوريا، ولكن بهيك وقت نحن احوج الى انه نكون انسانيين. الدول العربيه كلها تمد يد العون الى سوريا، لانه شفنا امبارح انه قد ما تتفاقم اعمالنا، قد ما تتعاظم، بثواني كثير قليله قادره انه تهدم سنين طويله من البناء، لانه نحن البشر ضعفاء وصنائعنا هشة وقدام غضب الطبيعة. ففي يعني كل الناس اللبنانيين اليوم خايفين، المدارس مغلقة غدا وبعد غد بترجع تفتح يوم الخميس،